هو بارك فيري اسمع اسمع جيك. سامحيني اختي، اليوم عندنا مشاكل على بالك باللي شوف شوف خو روح التيك توك تشوف انت يا الدباب الدباب الالكتروني تاعهم. اسمح لي خو معلي سامحينا مدام، الدباب الالكتروني تاعهم من 16 صباح وما يهضروا. دير لها دير لها الميوت اصاحبي، دير لها الميوت. احنا اليوم عندنا مشاكل معاهم، مشاكل كبيره خو. وعلاش انا مانيش مع تبون، تبون الله يسهل عليه. وعلاش توا نغلقوا الحدود وغلقوا الطيارات وغلقوا الروبان خو الروبان على بالو روبال؟ ما لاش نحكيو على الزريبه، انا نحكيو على الجزائر. خلينا احنا عندنا مشاكل، يهضر كيما يحب اخويا. عندنا مشاكل في البلاد وعندنا سبيطارات ناقصين وعندنا ناس ما يخلصوش منيح وعندنا على في فرنسا ما كانش الفقر، في الالمان ما كانش الفقر، الناس يتبات برا اخو، الناس هم يباتوا برا في فرنسا، رانا نشوفوا فيهم في التلفزيون، نشوفوا الناس هم ياكلوا مزبل، القورة ما يلقطوا مزبل، على ما كانش كاين الفقر، وكاين الناس اللي راهم يفطروا ما يتعشاوش في فرنسا وفي الماريكان. بصح احنا بلادي خو، كاين سوا لي كونسيكونس بلادي خويا، ندافع عليها، وماتوا عليها رجال خويا، ماتوا عليها نساء، ماتوا عليها والدين. معليش معليش عطينا فرصة بارك الله فيك نهضروا خويا. تفضل اهضر ابو دجان اهضر، تفضل تا ما هضرتش. بارك الله فيكم جزاكم الله خير. شوف أنا أول حاجة نقول آدم يدير لنا الكونتور أخويا، يدير لنا العداد جوج دقائق وكل واحد يهضر، كي يتخلط كيما ايه تما كل واحد كيفاه. بارك الله فيك، وسمحوا لي خويا. ولا نقص روحنا. صح بارك الله فيك. بو ياش هذا وراح نبدا خويا، قدام ونقولت بسم الله. بون القضيه هذه يعني للاسف الشديد احنا صارت لنا كيما النمله، النمله هذيك اللي دير لها دويره بستيلو وقاعد بهذا الفيديو قاعد يدور، مسكينه تبقى تدور فيها تدور فيها، وخط برك خط برك وهي قاعده تدور تما ما تقدرش تعدي. هكذاك حنا علاش يا خويا ديروا ابديت للدماغ نتاعكم، ديروا تحديث لدماغيكم ابديت. علاش انت ديما راك تخمم في الجزائر والاخر يخمم في تونس والاخر يخمم في المغرب، علاش ما تكونش هذه الدولة هذه أكثر دولة الإسلام، دولة الخلافة الإسلامية؟ علاش ما تكونش بلا حدود؟ بلادي والجزائري بلادي والأخر المغربي بلادي والتونسي بلادي، ديروا بتايد لدبغيكم سبحان الله العظيم، تطوروا شوية، كاينة دولة بلا حدود. بودا جانا حنسا كيواس سيد انت تحكي لنا على الخلافة واش العلاقة؟ العلاقه خويا هذه انا اللي نشوف فيها، هذا هو المنظار تاعي، ما كاينش حدود هذه بين شعب واحد ونقوموا على الانظمه هذه اللي موجوده غير ما كانش نحيها، ما كان لا نظام تاع الجزائر لا الملكيه. روح حكيها الحكايه واحد اخرى، كل واحد عنده لي فرونتيير تاعو، نحن بلي فرونتيير متراسيه. سامحني يا عم الدين، نحن بلي فرونتيير، انا ندافع على بلادي جزائريه، مواطنه جزائريه. تفكير الغير منظم، تفكير ضيق. السنه نحن بالحدود تاعنا متراسيه، ورام يقول لك الصحراء الشرقيه وما عندهم حتى ادله على الصحراء الشرقيه. اسمعي فرنسا اللي دارت الحدود هذه مشكل كونسير، ما نسحقوهمش، اللي حبهم الدولة الإسلامية روح يعيش في أفغانستان ولا ما تخلط الناس. هاو الكارثة كم تسمعوا فيهم، هادو هما الناس اللي خلونا في كارثة. ربي سبحانه نزل لك القرآن الكريم والسنة، قال لك احكم بها، احكم بالقرآن. مي هادوكم ما يطبقوش السنة، ما يطبقوا والو، كاش تي المروكي سوم معانا، كاش تي المروكي. ثقة فوزية، ثقة فوزية، توجور يجي واحد يدير السوجي تكون تحكي على موضوع. اسكو حنا رانا نحكيو دوكا على الخلافة، رانا نحكيو على السيد هذا ولا بروباغوند اللي راهو يدير فهاد لا فيزيت تاعو هذا المكان اللي عندك. خويا هو جا، هو جا واش راح يدي؟ واش راح يدي من البلاد؟ يدي الرمل، يروح يدي سبيوني على الرمل؟ كاين غير الرمل واش كاين؟ يا خويا ما يروحش لي زون سونسيبل، وين كاين العسكر؟ انا حنا ما رحنا لهم، هو يروح له. يا ولدي وباين هذا، انت حاطه الدوله ما على يروحش، ما يروحش على بالك انت يا شغل المخابرات، ما يبداش يتلغبب ويبدا يصور ويبدا يدخل في العائلات ويقول لهم رقدوني، يروح الدوله واحده اخرى اللي ترقدوا. انا نلقاه مطيش البرا، خليها تهضر خليها تهضر، غير هي مره معنا الفوق. فهمت؟ ما نسنا دولة موبقات الزريبة، سبت لنا الزريبة نحنا، غير اللي يجي ندخلوه ادخل تفضل مرحبا، نحنا مش نطع مرحبا، ندخلوا نقور والجزيرة اللي يدخل ما نعرفوه ما يعرفنا، ما جاش حتى ولية معليش خلي ندخلوه، ولا واحدة مع ولدها، ولا واحد مع مرته ويكون صاحب اللي بريد فامي. حبيتوا ديروا الجزائر حاجة واحدة أخرى، لا ما تحقوش هذا التوريزم. كتر خيرهم التوريزم لولادنا نحنا بركات علينا.
ولا للشيوخه اللي يجيبوهم اورغانيزم كما تاع الامريكان دوك الشيوخه يجيبوهم من القسنطينه للصحراء باش انت تحوس لينا. سامحيني اختي راهم يجيو التوريزم القور انا شفت روبورتاج غير كيما روبرت قبرك تجيو انت ما نعرفش اسمح لي نسمعوا هذه مارسان. السلام عليكم اسف لاون انا جوغي با بور لونطون اون مينوت او دو عندي زوج كلمات نقولهم باسكو كاين جو سي با اسكو الناس يعرفوا هذا ماكسيم دوبوي لونطون ولا غير كيما ديكوفراوه السيد عنده بلوس دو 10 ans راه يدير في لي فواياج اي سي با اون ريزون بور لوي فير كونفيونس دو ان اسكو على بالكم به باللي هذا ابار يدير لي فواياج سي با ان سامبل توريست سي ان سي راهو صحفي ان رابورتور ان رابورتور دو فوالا يحكم لي رابور ويبعثهم وبعدك هما يبعثوا للاونو عارفين لا مانيغونس تاعهم فوزيه فوزيه اسمحي لي فوزيه يا ان بوان تري امبورطون ابار في ان جورناليست لي ميرسان تكمل ابو دجانه خليه ابار خلا درك خليها اوتي انا راح نهبط ما نطولش ابار في ان جورناليست فوزي انا الانجليزيه والعربيه برك الفرنسي ما نفهم يا خويا هي تهضر باللغه اللي هي تقدر تهضر بها يا خويا الانجليزيه والعربيه والله ما فهم للفرنسي خويا وانا نهضر بالدرجه سمير صانع انا راني نهضر الجيريان انا مانيش نهضر بالفرنسي مانيش نهضر انا كلامي مخلط انا خلصت لك اجمع علاش ما نقدرش نصدموا حنايا واحد يهضر حتى نحط الكرينو صايب خليها تهضر خويا انا نهضر باللونغاج اللي انا مرتاحه به معليش هضري اختي هضري هضري يحفظك اختي انا لو بوين لو بليز امبورطون اللي حبيت نهضر عليه سو كو هذا بنادم راح لاسرائيل D'accord. السيد يلا في لي فواياج ان بو بارتو وراح لاسرائيل الدوله تاعنا ما تتساهلش مع واحد الباسبور تاعو ديجا مكاشي وحتى لا جا باسبور جديد راه دخل لاسرائيل الكيان الصهيوني دونك يلفو ديجا غير على هذه برك ما ديرش فيه كونفيونس دو دو هذا سي ان جورناليست وديجا لا كانت روماركي ابا جيست هذوك لي كلك كونسيكونس لي بارطاجاوهم قبل ما يحطوا الحلقه كامله البارح لي كيسيون تاعو اوريونتي موجهه يحوس يفهم يبوز لي كيسيون بوكو بليس على لا سيكوريتي يروح لواحد البلايص جو سي با ان بو حتى لي كيسيون الاسئله تاعو موجهه ما عندوش دي كيسيون تاع ان سامبل توريست ولا ايل فو ديكوفرير ولا حاب يتعرف على بلادنا الثقافات منا عنده دي كيسيون ماهمش نورمال انا لا فيريتي جو سوي 100% 1000% داكور مع الدوله تاعنا كيفاش تعاملت معاه عجبو الحال عجبو الحال ما عجبوش الحال يروح يلعب على روحه باسكو الا كان يلي لا باش يعطي صوره على بلادنا اوترومون ولا رانا بلد مع باش كيفاش حنا نهار تخلطت الجزائر الدنيا كامل غلقت الحدود علينا وخلاتنا ناكلوا في بعضنا سي با اوجوردي نلعبوا بلا سيكوريتي تاع بلادنا المبادئ تاعنا كيما هكا سي لو برينسيپ لي عجبني ادم بارك الله فيك شويه تاع انصاف خويا راني في 20 مينوت محبس المايك ولا نسمعكم ماشي ادم خويا انا سي لو بوين امير تفضل انت ما هدرتش انا نهضر عليه ما تنساوش خاوتي راه راح لاسرائيل هذا فوالا سي سي وي 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 بيان سور هذا واحد البوندي كبير هذا تشوف واحد الفيلو واحد الفيلو كبير هذا ما نحبوش انا عليه السلام عليكم رمضان مبارك ان شاء الله سلام اكت سمعني خويا سمعوك تفضل معاك تفضل يزيد فضلك بارك الله فيك رمضان مبارك ان شاء الله لكاع المسلمين وكاع كما يقول لك احبه رسول الله المهم اخوتي اون دو دو في عجاله بون هذا هو هذا سي Un journaliste, un rapporteur, mais c'est hada, déjà de base, c'est un ex-militaire. Khalina, ma'lish. Qui m'a dit que Jazair, ma'lish, t'inquiète, allez, khalik. هذا هذا كي راه يدور هذا سي فري دار اسرائيل دار لو موند اونتي راه في بلايص غير شوك وكاع المهم سي با دو بروبليم انا انسان جو بارل دو كونيس دقيقه مدام الله يفتح عليك راني نهضر لكم كيما نقول لك بار كونيسونس دو كوز الحمد لله الجزائر شوف الجزائر لو كور سيكوريتي تاعها ياك سي بارمي لي ميور او موند هذه كما يقول لك شهاده ماشي من عندي انا الحمد لله الحمد لله كما قال لك النمله نعرفوها كي دير لي بيزوان تاعها نعرفوها شوف هذه يكونك هاني هذه يكونك هاني منها وهذا كي راه يسيركيلي في الجيري هذوك تاع لا جوندارموري وهذوك هذوك سي هذيك كما يقول لك فيزيور غير من الفوق
الناس راهي متبعاته ودايرين شوف هذا إلايتي ديكورتيكي الدوسي تاعه ويعرفوا غايه طري طري بيان. هذا كي راه يدور في البلاد كيما يقول لك بولي ماشي على الجزائر الحمد لله ستامبي كيما يقول لك بلاد امن شعب نورمال شعب مضياف شعب وحنا ماشي قضيه سياحه يا خويا راك راكم تقول له لامبورت كوا والله غير سمحوني راني خويا رمضان مبارك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الياس ثقه كيما الامير دير دير خويا لا لا الكرونومتر الكرونومتر خوتي رمضان مبارك السلام عليكم الله يعاونكم بارك الله فيك. ما نقدر نهضر شويه على اسماء لو درنا الكرونو مول ديك درنا الكرونو وي واحد ما يحترم واحد واحد يهضر الاخر يقاطعوه لا لا نقول جوست مون دون مينوت لا راجل كان يهضر اخويا علاش قاطعته انت دخلت روح معليش ما قطعتوش باسكو تفضل اهضر على روحك وعلاش التوريزم سيكزيستي با هنايا في فرنسا الناس كاع تجي مام كاع لي مينيستر كاع يدخلوا كاع لارمي لي كوموندو لي جوندار كاع يجيو الفرنسا يروحوا لاسبان يروحوا وعلاش هما الاخرين ما يروحوش وعلاش ما نديروش ان بي توريزم بلادنا مهدوبه بلادنا مهدوبه بلادنا مدام جي دون جوست مون بوان في واش راحين يديروا وايا قول لي واش راحين يديروا واش راحين يديروا لا يا خويا ما نعطيوش كونفيونس وعلاش نتوما لي جوندار نتاعكم لا بوليس قاع يجيو هنا لفرنسا ولا يروحوا لاسبانيا دخلوا انت لدارك دخلوا انت لدارك يرقد مع ولادك دخلوا لداري انا ندخلوا انا كي نكون انا ندخلوا انا ما ندخلوش والله ما ندخلوش وعلاش ما ندخلوش وعلاش نتوما تدخلوا انا يروحوا على روحي يشري لوطيل الحراقه في فرنسا قاعدين يدخلوا بيان دو ديكوفري بيان دو ديكوفري الحراقه تاع فرنسا كاين 1 مليون حنا ما يدخلوا الحراقه وفرنسا ما قعدتش عندنا وفرنسا ما جاتناش استعمرتنا وعلاش حنا وعلاش ما قعدتش عندنا ان سيكل تفندوزو الحراق 7 سنين هزوني وعلاش وعلاش هزوني باش واحد يتوشي لالجيري اقسم بالله انا ما ندير واش نحب هنايا والله العظيم يتوشي واحد لالجيري امبوسيبل نخليه يتوشي لالجيري بصح لقاونا هزونا يا هزونا يا مدام هزو ولدك هزو باباك هزو لي لوا اون فرانس منطبقوش على ميزان الناس ولا ندخلو لهم في مشاكلهم لوفيرتور مليحه ما نسحقوش التوريزم مليح يا مدام وعلاش هما كاع عندهم الحق يجيو وعلاش عندهم الحق يروحوا وين يحبوا عندنا ميريكان ما يروحش النيبال ما يروحش لي فونتيير سونسيبل ما يروحش خلونا من العقليه تاع بكري هذو كيما ريحوا ثم عيشوا وحدكم نعيشوا وحدنا نعيشوا وحدنا ما عندنا ما نديروا به واش جانا يا اخي جانا طلاب جانا طلاب حنايا حنا ماشي المروك فهمت ما نتشنا المروك ما تبدلوناش عندنا مبادئ عندنا دي برانسيب تحيا السلطات نحيي السلطات الجزائريه من هذا المنبر السياحه احنا ما عندنا ما نديروا بالسياحه السلطات الجزائريه ربي رزقنا بالخير بالبترول والغاز والماتيار الرابعه والله باغي يدخل لنا شي قبيق وعلى المراه الجزائريه كي تبزد تجي انت تمنحها كي يبزد المجتمع تاع الجزائري يولي كما الزريبه تجي انت تنفعنا ينفعونا زوز دورو تاع التوريزم ما ينفعوناش او خلاو لك التيك توك تهضري فيه حتى لا قريشي اسمه قريشي هذا طلع ما جاي ما هضرش جاي السلام عليكم السلام خليو جاي نسمعوها على روبال تفضل خويا دو بيتي بوا ولا الصوت برك نسمعوك راك تسمع بيان انا كنت انا باش نقول نهضر لك عليا انايا انا صرات لي دو فوا خدمت مع هذو لي توريست هذو انا كنت بوليسي داير خدمت دو فوا مع لي توريست هذو جاوني انا خطرا جاوني في لاكابيلي جاونا دو توريست واحد من لا بلجيك واحد من فرنسا سون دي كادرا اون ريتريت تو جاو يخدموا لا روندوني في لاكابيلي انا شخصيا كنت مكلف بالحراسه تاعهم الجسديه كما نقولوا باش ما يتعرضوش الاخر مي جامي قالوا لنا باللي ما تخلوهمش يروحوا هكا ولا ما يهضروش مع الناس ولا يدخلوا عند الناس جامي حنا مكلفين بالحراسه الجسديه تاعهم هذه صرا نقول لك انا في 2006 شويه دعوه شويه ما تعرف كاين شمال لي تيرويتو على جال هذا صح ما منعوكمش باش تخلوهم يروحوا يحوسوا ولا يدوروا
منعكش اليوم من هذا، اليوم من هذا رام يديروها ولا بروف راكو شتوها البارح. وثاني وثاني ضربه تاع غردايا، هذه تاع غردايا انا ضربت غردايا الرازي يهضر صاحبي انت ما هضرتش روح هضر. معليش معليش يكمل سيد، معليش معليش يكمل سيد. انا خدمت في غردايا وعلى بالي ما يخفلكمش بلي كانت واحد الفتنه واحد الوقت في غردايا. صح 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 صرات بين العرب والبنيمزة. بالعرب والبنيمزة به صح. علاه ما خلاوهش، علاه ما خلاوهش يدخل الديور تاع البنيمزة؟ باسكو البنيمزة سي ان بو سبيسيال، اي سون ريزيرفي فوالا. الاخر نسى تاعهم ولا بناتهم ولا ديورهم ما تدخلهمش نهائيا. صح سي فغي، عندك الحق سي فغي. صح صح سي فغي. على هذه وثاني ثاني كاين ميساج الدوله حبت تمروا على انا نقدروا. انا قلت لك انا نحكي لك على روحي نقدروا كي نتبعوهم ما يفيقوناش كاع. اه تما سيرفيس ما والله لو كان ما على باليش انا واش يكون ما يمركش ما يمركش باللي كاين وراه او كاين وراه لا بوليس تو. صح. وهذا هذه الاخر في تغردايا ضربه تغردايا كي راح لغردايا وشاف لا بوليس وكذا وعلى باله بلي راهم يتبعوا فيه تو. كي ميساج الجزائر تمدوا مدته على عن طريق هذا السيد هذا اللي رانا هنا اللي يدخل الجزائر رانا هنا. بارك الله فيك. تما بلادنا ماشي خردة اخو ماشي زريبه. هذه هي وثانيت واش حبيت نزيد. السلام عليكم. شكون دخل لك باش بلادك ماشي زريبه؟ انا ما فهمتش شكون دخل لك. دخلت لك واسمو لا لا احنا انا احنا رانا فيزي خو رانا فيزي. لا لا اسكو تخليك جيمس بوند باش تقول ماشي قد جيمس بوند. قال لك قال لك على بالك واش يكون. انت ما تيكزاجيريش في الهضره يا اخو. احنا باش رانا هنا ورانا كدا عندهم الحق خو. ما جاناش جيمس بوند، جاء انسان. لا ماشي جيمس بوند اكتور، ما هذا اكثر من جيمس بوند. هذا انا ما نعرفوش خو. وقال لك كان اكس ميليتير ديجا، اكس ميليتير خو فهمت. كان اكس ميليتير هنا في فرنسا فهمت كيف. ما فرنسا لو كان تحب توقب على الالجيري شغل ما عندهاش لي ساتيليت، ما عندهاش هذوك الاخر، ما كاش زاد العفايس توقب على روحها. ما يقدروا يكونوا زفافين من عندنا، من عندنا يقدروا يكونوا زفافين. لا لا كاين ما هنا كاين زفافين. احنا عندنا اسمع خويا لو جي حنا منا فينا منا فينا احنا اسمع خويا واحد المنطقه في الجزائر محافظه انا معك. بس كلو كان تشوف وين دار بالك في وهران وين دار في العاصمة ما كانتش لا بوليس تبع باينه بلي ما يتبعوا بصح طريقة غير مباشرة. ما يحصلهاش كاين لا 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 ما يحصلهاش. راني معك ما يحصلهاش. مي قايا عندك الحق راح المنطقة يحبوا يبينوا له بلي وي ما تدخلش. انا هذا واش قلت. انا قلت جانات جانات لو كان هو حبي يروح لجانات قالوا له روح على روحك وشنو نديروا لك حنايا اللي سي باسي ونعسوك. هذا ما كان بالك يكيدنا بيوه بالك ما على باليش. انا على بالك حنا اليوم شحال عندنا الحدود من الحدود بيبان تاع الحدود راهم راهي عندنا قريب 250000 ولا 270000 سولدا راهم محطوطين تما على الحدود المغربيه نتاع الحدود كاع الشماليه راهي مغلوقه. الجزائر مغلوقه خو. علاش عندنا مشاكل خو؟ عندنا مشاكل. نسيت باللي المروك بعت هذاك مع اليهود بعتوا الساتيليت هذاك باش يتجوسوا على الجزائر. هادي نسيتها هادي خو. عندنا مشاكل خويا. حنا نحميو بلادنا. شوف برك شوف نقول لك انا فواياجيت خو. روح المطار تاع الجزائر لو بلو غران سيكوريزي بارمي او موند. مانيش نقول لك الاولاني بالك الثروازيام الكاتريام. روح انت المطار تاع الجزائر ولا روح المطار تاع فرنسا كي تدخل ولا تاع ستراسبورغ ولا تاع لندن تدخل ديرك في الجزائر. لا لا خو اي في لي وقت معليش معليش يا صبي بادي اسمع كلامي واش نقول لك. انا صبي بادي اسمع لي واش راح ينقص حرج اهليه من كلام حتى اوني كوبواتي بوغ لوت ريشيس لي ناتورال. دقيقه الله يعيشك دقيقه. انا كلامي راح نقول فيه ماني راح نقص من حتى بنادم. تسمع مي البنادم هذا اللي جا كيما يقدر يصدق كلامكم واش راكم تقولوا بالك كيش يقولوا جاسوس يقدر ما يكونش سائح نورمال. راك شايف هذيك ما نحبوا هذا ما نحبوش. تهضروا نتوما غير نتوما تهضروا. لا لا تفضل خو تفضل. صحيت بكري كانت الكاجي بي تخدم والموساد ويبعتوا واحد وهذيك الصعوبات. مي دوكا عادي عم باك يقدر ساتيليت يقدر من المجتمع ديالك يخرجوا لك شبوع عباد جواسيس. انت باش تقضي اسمع لي كيكون عندك حدود انت متسعه وتخاف على بلادك هاك معايا خاطرش العدو الدخلاني اكثر من العدو البراني.
راك تسمع فيها انت باش تحمي البلاد، باش تحمي البلاد لازم على الاقل يكون عندك صحه، تعليم، عداله، على الاقل المجتمع يكون يعيش في كرامه. هنا تحمي، هنا يولي عندك الخطر الخارجي، هنا تولي الدول القويه تولي تبعت لك لجيمس بوند. في هذا الوقت اللي يعيشوا فيه الدول الفقيره ما يحتاجوش لجيمس بوند، راك معايا؟ يقدر اخر واحد في 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 نيمبورت كالحومه يقدر يخرج لك قواد. الحمد لله اخو عندنا سبيطارات وعندنا عندك سبيطارات، عندنا مستشفيات فيهم النقص، فيهم النقص، بس عندنا مستشفيات الحمد لله. احنا نضرب في الموضوع، انا نتفاهم مع المدام هذه قالت واحد الكلمه شابه، انا مع انا صافي بليزير كي دار هذا وعطى صوره عيانه على الجزائر بكل صراحه، هاك معايا؟ باسكو اللي راه مسافر ويشوف الدول السياحيه فيها بزاف الخماج. انا خويا العزيز انا العرض ديالي ما نشوفوش السياحه، عندنا ما نديرو بها خويا، هضر الله يرحمه، عندنا ما نديرو بها، بس حقو السياحه احنا خو، احنا السياحه تاع بقره. فوالا فوالا، ما يفزتوناش بناتنا، فهمت؟ هذه بروباغندا، احنا ما احنا ما نسحقوش نوليو كبروا خويا قريش، ربنا 132 سنه غير باش نحروا بلادنا تبقى في تقاليدها واسلامها السني. يا سمي شربي الماء، شربي الماء، شربي الماء، شربي الماء، شربي الماء وارتاحي شويه، قرشات ما كيسطروا عليك، يوجعوك رمضان رمضان. يا خويا على بلادي ما تحبش يا مدام بالعقل، درك نقاطعوش بعضنا الله يسر عليك. هذا ما انا نقول لك حاجه، والله ما شاء الله اللايف تاعك، ولكن خويا انا ما نزيدش ندخل اخويا، اخويا بلاد دون تنظيم هنا اللايف مش منظم، كيفاش البلاد راح تنظمها انت وينظموها جماعة اللي راه موجودين لله محمد رسول الله. كل واحد اخويا شوف يهضر زوج كلمات وداك وخلي الاخر يهضر اصاحبي، علاش يعني كما مابقاش احسر معاه؟ خلينا احنا في الموضوع، الموضوع هذا سياحي وسياحي، هنا عندنا الخوانا، خوانا موجودين ما يحتاجوش انه هو هذا اسبيون يعرفوا. اي والله 70 واحد الحدود موجوده، تدي الباي تعطيه 200 يورو يجبد لك الجذور تاع الجزائر واش كاين فيها. يدي بركونا يا جماعه بين الامور اولدي، حنا نتمنى اخويا ان ما تكونش مشاكل كبرى تصرى في الحدود الجزائريه، لكن الامور الاخرى ربي سهل. انا ما نطولش عليكم اخويا، وكل واحد يدي الكلمه، تفضل يا اخويا. احنا ما نحبوش المشاكل، هذا باسون روج هذا ما هدرش، فهمت؟ بصح يحوش على المشاكل تاع الجزائر يتقدم، الجزائر يوصل الحمد لله، عندنا جيش وعندنا سلاح وعندنا، رانا مكلاسيين دوزيام بيسونس مونديال في لو مونديال. جماعه الخير، حنا على بالك الجزائر هذه ما راهيش اول خطره راهي دير لا سيرفيونس على لي توريست اون جينيرال، ماشي غير هذاك راهو معروف وراه جاي والحق ثم، راه مجمع اي توريست سياحي فرنسي سورتو فرنسا يدخل للجزائر راه متبع دو ا زد، نقول لك 90% يتبعوهم، خاطرش باش يلحق للجزائر راح يدير الكونسيور يدير فيزا، والفيزا هذيك لو طون اللي يديرها ديجا راه مديكلاري في الجزائر، ويديروا له كاع الفيشي تاعو واش كان يدير واش كان يخدم، يلحق المطار سوا يتبعوه سوا يطلقوه يعرفوه. وهذا راه يقول لي هذا اللي راه قدام، مش عارف ما قريتش كوارش، يقول لك لو كان فرنسا باش تحب تجسس على الجزائر ساتيليت، وي سيرت ساتيليت تقدر تجسس عليه، بصح كي تجسس عليا بالساتيليت تقدر تفيق لها وتقدر تشارحها وتقدر تخلصها غاليه، بصح كي تبعث لك قط كيما هذا ويجيك لبلادك ما عندك اي بروب اللي هو اللي تجسس على بلادك ويدي لك ديزيمار ان اكزومبل تاع لي كازيرن ولا تاع مانيش عارف هو كي راح لثما، ممكن ما راهش ناوي هكذاك، ما راهش ناوي هكذاك، هو ما راهش ناوي هذاك الخير بالك، باش مانيش نهضر عليهم، بصح اون كاو كان يجي يدير لك فوتو. شوف هذوك المرخص تاع الماك تما يدقوه ويقول لك باللي الحكومه تاع الجزائر، الحمد لله اللي دار صافي بليزير، والله الحمد لله. هذا مكان، هذا مكان، هو جاي فيلمي، هو عنده اي ديغاج اخويا، هذا غير سي با لا بين عاود يدخل البلاد، ما عندنا ما نديرو بالراسه تاع بور، ما عندنا ما نديرو بيه، نبعثو في تويتر وقولو ما تجيش ترجع، والله العظيم نبعثو في تويتر. راه الجزائر هذيك لوتوريزاسيون اخويا ديال الجزائر. دابا السؤال اللي عندي انا ليكم كاملين، اسكو سوري با ايتي ميو كو لالجيري ريفوز؟ اي روح تنعس على روحك الهيه، المروكي روح بناتك ولا اخواتك الهيه. فوزية اكيبي توا طو ماروك، اكيبي توا خلي الزعيم يهضر، خلي الزعيم انا نهضر على المغربي اللي قال لك بابا. السلام عليكم، واحد بواحد خوتي، سمعتي خلينا نهضر خويا، راه المغربي اكيب توا ماروك تاعك اكيب واش راه صاري في بلادك، خلي الجزائر يطرف
خاوتي خطيونا. السلام عليكم. السلام عليكم خاوتي. السلام عليكم خاوتي. انا بغيت نقول لكم برك باللي هذا يا ما دول فرنسا لو كان حبت تقرعج على الجزائر ماشي هو تقدر تبعث لنا اي واحد مولد بلادنا يقدروا يقرعجوا لينا ويمدوا لها الاخبارات. هذه حاجه الاولى. وحاجه الزوجه انا ما فهمتش انا هذا لا قادو يعسوا فيه الدوله في كل دقيقه يعسوا فيه. خليه يتمشى ولاكش ما صرا لو ترومبورسي لو لاسيرونس تاع الفيزا خويا في كل دقيقه. مام المراه هذيك اللي جات خطره جات واحد المراه وكبرها في الشارع واحد حب يبوسها واحد انجيلو انجيلو دقيقه نقطعك دقيقه بعد كمل. شفيت على الليمون هذوك اللي قتلوهم في اللي قتلوهم في جهه تيزي وزو سبعه هذوك اللي فرونسي هما اه سي دي فرونسي شكون قتلهم عباك اليومين هذا مازال القضيه هذيك ما فرتش الجزائر. فرنسا راهي تقول للجزائر تخلص الدراهم اتتخلص الفرصه الاولى قلتلو هذا احنا تعنيو فيها اسمع خليني نقول لك لو كان يقولوا هذا واش يقولوا يقولوا الحكومه قالت راني عايشين عندها تخلصنا 130 عام باش تخلص على الليمون. اسمع قولوا لا سيكوريتي هذيك وي تفضل كمل خويا العزيز. لكش ما صرا له اي توريست لا بغى يدخلوا 10 20 اي توريست دخل للجزائر ودخل بالفيزا الجزائريه ترومبورسي له لاسيرونس تاع الفيزا. لا هذيك ابار هذيك ابار هذيك ابار حتى الجزائر دوكا هذيك ابار دوكا. خلينا هذوك خلينا هذوك خليهم هذوك الليمون هذوك اللي قتلهم سبعه مازال يهضروا اليومين عليهم. قال لهم الحكومه الجزائريه اللي قتلوا هما قتلوا كان قتلوا شعبي قتلوا مليون ونص قتلوها الراس المره كش ما عطاونا حنايا ولا خطيونا ولا على بالي هذيك على بالي. السلام عليكم. السلام عليكم ادم لايف عليك. انا ملي طلعت راني داير ماكو نعطونا الكلمه ولا اهدر الزعيم اهدر خويا اهدر صاحب المايك تاعكم قال لي غادي نبلع المايك هذا نقولوا الكلمه تاعنا وننزلوا وخلوا الناس تطلع تهضر. السلام عليكم ورمضانكم مبروك ان شاء الله. انا غادي نقول كلمه خوتي وننزل. هذا جورناليست اللي كوني في لو موند تاع جوري دورمي شيفو دخل الجزائر حسبها زريبه. وهنايا تبين لك باللي لي فامي الجيريان ما شاء الله متحافظين على الدين تاعهم متحافظين على المبادئ تاعهم. شتنا في غردايا وشتنا ما في بلد القبائل شفنا ذاك السيد اللي بات عنده الى باسي ان ميساج شيفري نعطيهم يعطيهم الصحه. مش قاش يطلعوا هذو الماك هنا في اللايف ويقول لك الجزائر متغلقه والجزائر منا ولا نو مرخص. وهذا هذا جا كيفاه كيما لي جورناليست ومش سي با فاسيل باش يدي الفيزا كل فيزا تاعها كانت مدروسه ويعرفوه لا سيكوريتي الجزائريه تعرفه وداروا له لا سيكوريتي كوم كاع لي توريست اللي يدخلوا الجزائر. وانايا لو ميساج اللي غادي نمدها لكم باللي كاين توريست في الجزائر بصح كاين فيه شروط فيه شروط كاين هنايا في اوروبا كاين دي فامي ميم سي دي كريتيان غول دي فرونسي يحبوا يروحوا الجزائر. علاه؟ باسكو صابوا فيها لو الحسره عندكم صابوا فيها الفامي صابوا فيها لا سيكوريتي بريميرمون دوزيامون صابوا فيها البلاد تاع الجزائر فيها توريست فامي ماشي تخط خليط كيما شي بلاد شي بلدان. ماشي غير لروحك قهوه مو حكول وروح ماشي غير لروح وتدخل في الديار. شتنا في غردايا تبارك الله ما شاء الله ما كان خاصه والو قالوا له تاكل تشرب ما يخصك والو بيت بات وحدك مش عبيت تدخل تفيلمينا نسانا وتفيلمينا المبادئ تاعنا. احنا بلد مسلم اخويا هذا الشيء اللي كاين ما هو ما صابش روحه وقال لك ما نزيدش ندخل الجزائر تربح روح على روحك. هذا هو كيما يقول لك كيما يقول لك في ذيك المعنى يقول لك هذا 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 هذه هي الجزائر. السلام عليكم خوتي. السلام عليكم اخويا. انا جار بوليسي بغيت نقول كلمه ونهود. انا جاري وكيما خويا كبر معايا ما كملتش يا اخي. انا بغيت نقول غير كلمتي وننزل. هضر ويهضر يا مهراز. انا مدام فوزيه نستعرب بها شراهي تقول احنا بلد مسلمين احنا بلد عندنا عائلات وعندنا محافظين ما شاء الله. احنا شنا ما شنا والو جا فين ما على روح الله يسهل عليه بصح باش تدخل ودبات مرحبا بصح دبات مع راجل كيما في بلاد القبائل ما شاء الله بات مع ذاك الانسان في طابله واحده ما شنا مره في المها في الدار ما شنا في المها وعطاه دي ميساج عطاه الى باسي دي ميساج هذاك القبائلي ما شاء الله الله يعطيه الصحه قال له فرنسا هاش دارت في الجزائر واش سمعت واش دارت وصاي هذا ما كان ما وبت نواجب هذاك السيد اللي قال لك باللي لو غرو ماغرب كيكونوا الناس قلوبهم صافيين
ثم نديرو غروم هكذا، ماشي واحد متامر عليك ويصنع لك يحفر لك في حفره نروح ندير معاه انا غروم مغرب. غروم مغرب كيكونوا الرجال، كيكونوا الرجال تكون عندك بلاد و... الله يحفظك نيشان، نيشان يحفظك نيشان خويا نيشان والله. هذه هي، وحنا شتنا لا سيكوريتي تتمشى معكم كاع لي توريس اللي دخلوا الجزائر منهم لي ريس لي زالمو جاوا للصحراء، وكانت لا جوندارميري معاهم لا سيكوريتي معاهم باش يبينوا للبلاد باللي لو موند باللي الجزائر فيها توريست وكان فيها توريست وغادي يرجع التوريست ان شاء الله شهر في شروط ماشي حرمه ماشي وفي حرمه. حنا بلد مسلمه، حنا بلد مسلمه خويا، انا ما نجيبلكش بناتي في الايروبور يكسولك يقول لك يرد لك علاماتك ويقول لك مرحبا بك، لا ما عندناش داك الهضره خويا. بتجي الجزائر ارواح تاع فاميلتك تاع وليداتك فوالا، عندنا دي زوندرو شابين توريستيك، عندنا بلادنا شابه كبيره فيها كاع لي 4 سيزون. أروح خويا دور على روحك، حوس على روحك، مش عم تصور لي بنتي وتصور لي مرتي ونعطيك أختي ونطبل لك ونقص لك، هذه ما عندناش. بارك الله فيك. السلام عليكم. بارك الله فيك. السلام عليكم خوتي، ورمضانكم مبروك، وتفضلوا خوتي. السلام عليكم. بارك الله فيك. صحيح سمعتوني، قلت لكم السلام عليكم جست باش تعرفوا باللي تاوعكم، ما تقولوش هذا طلع ما قال والو. ننجم ندخل جماعة الخير؟ هضر سيسكو هضر. الله يطول عمركم. أنا البارح واحد صاحبي، أنا راني عايش في الغربة 36 سنة. أنا واحد صاحبي البارح بعث لي SMS قال لي روح شوف فوالا تالشان أو كاين كذا وكذا. أنا شعلت شفت بلا ما سمعت يهضر غير ليماج، كنت أوكيبي في لورديناتور، شفت غير الصورة وما عاد شفت غير دايا. توت سويت فهمت الماناج. وشنو هو الماناج؟ الماناج هادوما جواسيس. هادوما يوري لك شويه غردايا والميزيريه الحيوط مقشرين كاع، ومن بعد يطلعوا العاصمه باش يبعثوا رساله لصحاب الصحراء، شوفوا صحاب النور كيفاش راهم عايشين وانتم ماكو عايشين في الدق. هذا ما كان. ومن بعد تسويت خلاصت ليميسيون راحوا للطاليان، شوفوا زعما روما وطلاين والبحر واللاك وفونيز وكذا، هادو يفوس ميفي مازلت وعدا ما مرقوش، يحب يصور ديوه للطاسيلي يا اخي يا ميجو التوريزم يجو الصحراء. بعت جدو للطاسيلي يضرب 60 دوغري تاع السمش. انا خدمت في الصحراء 7 سنين، نعرف ما معنى الصحراء مليح. مشيت برجلي حاشاكم 800 كيلومتر الانبوب الغاز الاوروبي وشاركت فيه، راني سودور تاع البايبلاين. هاد العيبات تاع هنا نعرفهم، ماذا بهم يشقوا البلاد. من وقت حاج بتو وانا نعرف الماناج تاعهم، ما على باليش ولا تعرفوا الحاج بتو في لي زاني 90 كانوا يبيعوا له السلاح وحابين يفرقوا الجزائر ما بين الصحراء والنور. الوغ يفو سمي فيه، يفو با لوغ دوني الفيزا هاد العباد. علاش تجي وين راك رايح؟ وعلاش تفيلمي؟ علاش تفيلمي الحيوط؟ انا ما ندخلش روحي في النساء وما النساء، بصح علاش تفيلمي القشور الحيط كاع مقشر، الاخر عنده البرص في وجهه راح يصور، وخيروا غير الناس اللي عندهم البرص في وجههم. سبحان الله، انا ما عجبنيش الحال، ما سمعتوش يهضر. كنت داير ميت التلفزيون انا غير بليماج، انا نفهم بالغمزانه ماشي بالدبزه. انا حرت لي زوتوريتي تاعنا كيفاش خلاوه ويعطولو الناس. راني سمعت الاخ درك، انا ما شفتهمش هذوك اللي كانوا يعسوا فيها، انا سمعت الاخ درك معكم هنا في اللايف كانوا معاه يمشي ويعسوا عليه. علاش ما يديوهاش الصحراء يفيلمي الطاسيلي؟ يا اخي التوريزم راهو حل، كاين بلايص وين تفيلمي. علاش هنايا ما كاش لي جورناليست تاع البلاد يجي يفيلمي الميزيريه اللي كاينه هنايا؟ من فروسيا كاش جورناليست روسي راهو هنا في فرنسا يهضر واش كاين والمشاكل اللي كاين في هاد البلاد، هما ما يخلو حتى جورناليست يهضر. بصح الشكمان تاعنا يخليوه يهضر. هذا المرخص تاعنا، هذا الحمرو، هذا الحمروكيين والماك تاع فرنسا جاي فيلمي، خلي واي فيلمي، اي فيلمي مه فيلم الراس تاع بو فيلمي الخماش تاع هنا تاع فرنسا اللي رانا عايشين فيها هنا. شوف حنايا ما نسحقوش التوريست يا اخو من الاخر، فهمت؟ ما عندنا ما نديري بهم. نقول لك علاش، من الخبره تاعي البلدان اللي فيهم التوريست واش يجيبوا؟ يجيبوا عقليات واحد اخرين، فهمت؟ ويجيبوا الفساد تاعهم ويحبوا يطبقوه في هذيك البلاد. حنا ما نسحقوهمش خو، ونهضروا صراحه، انا مدابيه الفيزا ما يمدوها لحتى واحد، ماشي كيسيون راسيست ولا كاش حاجه. شوف بلادنا شابه ما شاء الله،
عندنا عيوب وعندنا عفايس ملح، بصح يا خويا التوريست هذا اللي يجي ما يحترمش روحه ويجي يلعبها زعما يحب يشوف لي اختي ولا يما ولا كذا، هادي قاعيتك ما تكزيستيش خو، ما عندي ما ندير به. جيت كيما قال لك السيد حبيت انت تشوف حاجه روح للصحراء روح صور حاجه لاخر، ماشي تجي نتايا تقول له جيت بات نتايا، فهمت؟ وين جيت بات يا الزحي؟ وين صديقي؟ راح للغردايا يا اخو، راح للغردايا وين كانوا المشاكل تاع العروش ولا شفتو؟ سا ديبون بلادك كيفاش دايره، انت كيفاش تاكسبتي التوريست؟ الا كانت بلادك غير دعاره ولا اخر كيما البلاد هذيك اللي هاك بلا ما نسميوها بيان سور حيجيوك غير اللي جان ويجوا يحوسوا غير على النساء ويحوسوا عليك، فاهم؟ بصح الا كانت بلادك محترمه وكذا حيجوك ناس محترمين خويا. سا ديبون، شوف ماشي هكذا خو، شوف انا ماشي كونتر التوريست، بصح يا خويا شوف التوريست اللي يجي يدخل لي عقليه واحده اخرى، حنا تزيريين دمنا سخون، حنا ما نقبلوش خو بهذا الشيء، فهمت؟ راه تجي تحترم نفسك اللهم بارك، باش تجي زعما تلعب مارك عليا ما عندي ما ندير بك. شوف نعطيك اكزوم، شو كيما تركيا شو كيفاش دايره، شو التوريست اللي فيها، وري لي كاش واحد عربي كيلحق لتركيا يدنا لتركيا، ولا كاش واحد قاوري يدنا لتركيا. مي سا ديبون بلادك كيفاش دايره خويا العزيز، ماشي حنا ما نسحقوش التوريست ولا. الا كانت بلادنا محترمه وما كاش هذوك الملاهي وما كاش الدعاره وما كاش، ما حيجوك ناس ريسبكتي لعندك، راك فاهم؟ بصح الا كانت بلادك كيما مراكش البيدوفيليا ثما وكذايا والذراري صغار ثما، حيجوك غير الخليجيين يجي يحوسوا على الدراري صغار. سا ديبون بلادك خويا كيفاش دايره. التوريست بالعكس، التوريست راك يثقف ثاني الشعب خويا، واش يثقف ما عنده؟ شو يا خويا، شو بالخبره تاعي اقسم بالله يا خويا، انا بالنسبه ليا الدوله الجزائريه تزيد تزير لهم على الفيزا واحد ما يديها، فهمت؟ اقسم بالله ماشي كيستيون راسيست ولا، خاطر انا على بالي هادو ما واش راهم يحوسوا، حابين يدخلوا واحد العقليه احنا ما نسحقوهاش خو، ما نسحقوا حتى واحد في الجزائر. فاقسم بالله يا خويا، شوف باش يجي واحد يفسد لي العقليه ولا زعما يلعبها مارك عليا، واش انت يا الزحي خير مني؟ انا شوف الاخراني فينا، الاخراني فينا خير من هادو ما الكفار خو، الاخر فينا، الاخر فينا اللي ما يصليش بصح يشاهد، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، خير من هادو ما نسحقش دراهم. زنده ماشي هنا المشكل، احنا المشكل الناس اللي يديروا لا بروباغندا. واحد ديجا كاين دي فرونسي دي اوروبيان يجيو نورمال الصحراء مكرمين، واحد ما يمسهم ماك فاهم يا خويا، ارواح تمتع بالمناظر يا خويا، مرحبا بك نقيم بروبلام. واحد يدير لك لا بروباغوند، دقيقه، واحد يدير لك لا بروباغوند في بلادك، يجي توريست ومن بعد غير يخرج ما يخرج يعاود يدير لك ايميسيون ويعاود يبروباجي الاخر لا بروباغوند ديالو في لي ميديا والاخر، راك فاهم؟ هذا شي شي لي كونترو. الجماعه شوفوا كيفاش خيروا واحد جنينه يخلط السم بالعسل، يضحك ضحكه القارص. انا نعرفهم، انا يعني نعرفهم مليح مليح، هذا جاسوس، هذا عنده رساله يديرها. لو كان لو كان راح راح للتيبازا، راح لزيرالدا، راح المكان الجيجل، راح للسطيف وين عندنا اثار تاع الرومان، وكان راح للجسر تاع قسنطينه، لو كان راح وين كان امور تاعنا تاع صافي بارتي من الباتريمون تاعنا، راح لاكاسبا، راح البلايس هكذا، الله الله. بصح باش تبعتو للغردايا وين كانوا المشاكل تاع العروش وكذا، حبوا يعاودوا يحيوا المشاكل تاع بكري. تقدر تقول فاش حياها يا خو، تقدر تقول تعطي اكزومبل هكذا فاش حبي يحيها دي كارتي دونجورو حمزه تما في غردايا، دي كارتي ما تقدرش تشوفهم تصورك. معليش هذا انا مانيش ندافع عليها، هذا الفرنسي هذا الله لا يرضو، صح الواحد يهضر كلمه الحق، هذا راكم نتوما تقولوا، انا ما نعرفوش راكم تقولوا. دوك نقول لك خويا يا خو خليني نكمل. مانيبيلوهم، شوف كيفاش يمانيبيلوك فرنسا ولادهم. كنت نسمعك كنت تهضر في واحد الهضره فري ما تنهضرش، انت قلت يصور الحيطان، شغل انت تامن راستي ولا الوليد العاصمه ما يعرفش واش راه كاين في ورقله والحيطان تاع ورقله، شغل رديتونا حنايا ما نعرفوش زعما، حبيتو تمارسوا الوصايه على كاع الناس، شغل تامن راستي ما علمش باللي في العاصمه مصبوغه بالبيض. انا سؤالي باين يا خو، سؤالي واضح، ماشي من هذه الناحيه، نحترم رايك لو كانت سمعتنا برك الفرنسي هذا، وين راهي وين راك تشوف انت الشيء اللي حبيت. لا ما فهمتنيش ما فهمتنيش، وفي بنادم مريض ما فهمتهاش انا هذه. شوف شوف خويا اسمح لي دقيقه، شو انا ماذا بيا اللي يجي يصور الزبل باش واحد ما يجي لعندنا يا خو، ما نكذبش عليك، اقسم بالله انا معك. اسمع انا تاني ما نقبلش السياحه، انا معاك انا اصلا ما نقبلش السياحه، بصح خويا تفتح السياحه للناس يا خويا تحمل مسؤوليتك، هذه نورمال.
دونك انت ماشي كيدخل لك يدخل لك السائح وتقول هذا جاي يدير الفتنه وتنوض الغوال والاف بي اي ولي جيمس بوند. لا لا يا سيد جا دار روبورتاج ودار العالم كاع يتي كيبات في ديور الناس. هذا ما جاش يصور في الاهرامات، ما جاش يصور. سكسيك حمزه سكسيك سكسيك، علاش كيجي علاش كيجي توريست هو جورناليست يا حمزه؟ علاش ما يوريش علاش ما يوريش الحاجه اللي مليحه في البلاد، يوري غير الحاجه اللي ماشي مليحه. هذا ما انا هذا ما نعرفوش والله ما نعرف. إيه تاد كام على بالكش واش كاينك فهمني؟ إيه نردوا عليك اخونا، عطيتنا رايك عطينا حق الرد على رايك اللي تفرضتو. حنا نعرفوا لي زاجونس دو فواياج هنا في اوروبا، الانسان يحب يروح مكان يبريزونتي لاجونس يعطيو له ان بروسبكتوس، يقرا ذاك البروسبكتوس ويروح للبلد السياحي وين حب. انا هاد السيد ما نقبلوش يجي لبلادي يروح لمشاريع بلايص من حيوت القشرين. خليني نهضر معليش نايف، انت رايك خليني نجاوبك سبحان الله. ولا المشاكل معكم هكذا مم حنا ما نجموش نهضروا معكم، نشوفوا التلفزيون جون اكسبريميو معكم ما نجموش نهضروا معكم. غير هذه البرد بعدا تقولي ترفع صوتك. مانيش نرفع صوتي يا اخو، انت مع السياحه. خليني نكمل الفكره تاعي، حبيت نسقسيك برك انت مع السياحه. ما تسقسينيش، نكمل الفكره تاعي. الرساله تاعك لحقت لحقت الرساله تاعك. اكتشوف يا تركي اني جزائري بحالك، اني عايش في الغربه. هاد السيد ما عجبنيش كيحبط البلايد لبلادي ويفيلمي لي بلايص ماشي شابين راهم مشاكل فيهم. انا يا خو يا خو اصبر اصبر شوف، انا يصور بلايص ماشي شابين انسان عنده البارس ما عنديش مشكلة أنا في هذا. هذا جا باغ كيغيوزيتي، جا باغ كيغيوزيتي، جاي من كالان بلوس تاع بولوغي صاحب ساركوزي. فوالا روح اقراو على كالان بلوس تاع ساركوزي. وعلى ما تداوش انتي بازا، على ما تداوش البلايص الشابين، على ما راهش انتي بازا. انا جورناليست نديو تدو الباربس، على ما راهش جميلة، على ما راهش القسمطينة شوف الجزر المعلقة. فوالا على ما راهش الصحراء يشوف التاسيلي، على هيجينا يشوف وين كاين لاغمي وين كاين هادي وين كاين لي فامي. وين راح وين راح مي بصح وري وري بالسيف. وين راح وين راح؟ راح الغردايا المشاهير باش بعد ديالي يقول لهم رقدوني وفيلمي ولادكم. وين شفتي غردايا المحافظين هما يعيشوا غير مع بين بعضهم ومحترمين؟ ما نعرفهمش الزابيه كيفاش عايشين. نروح للكوطوال الزابيه وما نعرفوهمش، راهم ساكنين دزاير عنابه وما يدخلوكش لديارهم لان محافظين عندهم الحرمه. انا مزابي عندي يعني وليد العاصمه عمرها مزابي شتمرتو. فوالا بارك الله فيك. معليش نسقسيك خويا، كاش واحد دخلوا للدار؟ كاش واحد دخلوا للدار؟ صحيح خويا راه المشكل انت كيدخلوا للدار هذا راه يطبطب. ما ندخلوش يا خويا، انا صاحبي انا صاحبي ما ندخلوش للدار. معليش وعلى ما راهش الزريبه في الملحوس اللي طاحوا ساكنين تحت البيشان تاع البلاستيك. ما فهمتش انا شكون تخلطوا. علاه ما راحش خويا هذاك انسان عابر سبيل، انسان عابر سبيل عابر سبيل في الدين يا اخي. يجوز لك انك تدخلوا لدارك وتكرمه ويروح يربح غير الاخر. ما قلتلكش يا خويا العزيز احنا مش عابر سبيل، هذا ماشي عابر سبيل، هذا ماشي عابر سبيل، هذا عنده دراهم الى بوكو دارجون. هذا اللي غيش الحصيره نصلي تابا مالي تخي غيش روح اقرا عليه. لا يسال على دينه خويا، اسمح لي عبر سبيل. ايش حلو الاوتيل تاع 5 اتوال الى لي مويان بوغ بيا نوتيل تاع 5 اتوال. عبر سبيل خو، مش عبر السبيل دي فون با. ما تخمجوناش الجزائر، خليو الجزائر محافظه، خليو بناتنا وولادنا لاباس بيهم يقراو والحمد لله راهي الاغلبيه تاعهم ناشرين. زوبوليتي تاعنا غلطوا، ايزوغي دو يشوفوا البروغرام تاعو. هذا الكونسيلا ما عرفتش شكون يمدلو، انا الكونسيلا تاع 16 ما عرفتش. يا خو الخطره الجايه روح ارفع دعوه قضائيه ضد الدوله وقول لهم على عقيدتهم. ارفع قضاء ما نرفعني، هذا رايي نمدو بور كالكا كيلا ليكسبيرونس. ما نمدلوش، علاش ما كانش جورناليست يخدم مع كالات بلوس هذا اللي يصور واش كاين المشاكل اللي كان. إلي غيش روح اقرا عليه. سي با ان بوبغ باش تخدم على تقول في الكاراج. كيفاش خو كانت طونوبيل طاحت اون بان ما عندوش وين يبات. اي راه الناس تخليها الجزائر. مش لي واحد عابر سبيل عنده دراهم جاي تيستيك وفيلم يبروفوكي في العباد خو. يبروفوكي في العباد خو. انت واحد تصور انا ما فهمتش كيف خلاه يصور ويقول له واش دخلني للدار تجي معاك نتعشى.
ام دخلوه يا دخلوه يا زنده يا دايوغ لا بليس لو بيزار لا بارك الله فيك بارك الله جامي شفنا مزابيه يسكنوا عنابه سكنوا سكي كدا سكنوا دزاير قسنطينه جامي شفناهم يا خي ودي راه ماشي ديال لا ولا ولادهم يلبسوا له هذاك السروال لوبيان طريزون يخبيو جدو خويا نطرح لك السؤال الله يرحميك هذا الفرنسي هذا الفرنسي اسكو كي الحق للجزائر المحتوى ديالو بدلو كي الحق للجزائر ولا يقول لكم نجيب بات عندكم يا اخي راه يقول راك نتوما تقولوا باللي انت عندك 3 سنين هذيك لا فوت قالوا ما يخليوهش يدخل يا مدام هذه لا فوت شوف او لي غيش لي غيش تا با مالي تري غيش كوني عندهم لي مويان باش يرقدوا في 5 ايطوال سيد هذا على حسب كلامكم سيد راه يدور العالم كاع يتيك والمحتوى ديالو خويا نحن ابخ نحن محافظين ما تحبش هذه تسكت مي بصح هو ما فرش نقول لكم علاش ما مشى الناس التوريزم مع روح نحكي لكم علاش ما مشى اعطيك الدقيقه اسمع شوف يا حبي نسقسيك اسكو فرض عليك قال لك ندخل درع ما قالكش السيد قال له لا قال له السلام عليكم عادي نورمال شوف شوف انا نقول لك باش ما يقولوش الجزائر باش ما يقولوش الجزائر هي ما كانش تقفل على لي فرونسي ما تحبش تخلي لي فرونسي ها هي اللي خلاته تدخل انا عرفت انا نفهم لا مونتاليتي الجزائريه مدام مدام الله يعيش ودينا ولدي نقول قولوا خليوه يدخل يا دوله انت اللي داير التصويره الزرقاء حبي نسقسيك هذا لك تبع فيه انا دوله يا اخو انت راك تقول انا ما نقولش قول اسمع اسمع وين تعرف انا جدي باش تقول انا دولة يا خو شاك موسو شعب كامل دولة يا جدك والله دي شاب هادي اسمع انا الحب المتسارية انا نضحكوا شويه يا اخو اسمع حنا الجزائريين بعضنا بعض ويا جوز بصح يدخل واحد في وسطنا والله ناكلو جدو انا قانيت انا هكا يا اخو صح يا اخو انا والله غير نحب نقول كلمه الحق هذا الفرنسي هذا ما تنساش باللي استعمرنا 132 سنه جابوا لنا الاسبانيول الجريك الطليان المالط اليهود دخلت لنا فرنسا من كل الزنوز داروا فينا رايهم ما تنساوش هذه طلسعنا قالك لي لسعوا لحنا الشخطره يبات يستخيل بيه يقول لي زيد يلسعني هيهات هيهات الجزائر والجزائر انا دوك نبعث رساله للمصابين هادو انا نبعث رساله كيفاش حياتنا كاع حنا نعرفوا المصابين هما هو دخلوا تاعو هادو تاع العلوب اعطيني الخميره اعطيني الزيتون اعطيني البولون يجي اسمعني اسمعني نقول لك واحد العفسه اسمعني مقبل طلع واحد البنادم قال واحد الكلام شباب انا نتفق معاه نسبه بس كنت لو كانت روماركي صح الدولة أي دول أي دول تاع لوموند كيحبوا يعسوا العباد ماشي عفسة صعيبة يقدر يتبعك انت تحير بلا ما تحسلو مش بلا ما تحسلو ايه من ايه يدخلوا معاك عباد تعسك انت تحير هذه ما هذه كيما نقولوا لا غبار عليها لكن لو كان انت تجي تشوف التركيبة الاجتماعية نتاع غردايا هاك معايا باسكو انا تبعت الروبورتاج مع الاول قال له ايه من بعد قال له لا هاك معايا علاش انت روماركي هذاك البنادم اللي كان يدور يتبع في الاخر وين في غردايا غردايا الناس صح منغلقه شغل هذاك السيرين تاع اتاكونتي منغلقه على الجزائريين مش منغلقه لا 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 كيفاش منغلقين هما محافظين وخلاص عندهم عادات وتقاليد هذيك هي حياتهم واش تخرك فيهم ما يهمنيش ما اسمع انا نحترم كاع العباد انا يحبي يعيش يغلق على روحه ما يغلقش على روحه خوتي خوتي سيكولوجي قاعيتك لحقت لهذيك النقطه الدوله زعما بنادم بوليسي لاصق له شغل بورتكلي في جيبو ناس هادوك ناس محافظين ولا سميهم كيما حبي غلقي على رواحهم يا خويا دارو قال لك لا لا ما يدونش عندنا وما يرقدش عندنا عادي تحترم هذاك القوم نورمال تحترموه السلام عليكم انتم ما تردوش شغل ما تردوش جيمس بوند انا الب اي هاي والله انا البارح والله العظيم غير كنت انا وفرنساويين نشوفوا في البروغرام تاعو البارح داروا هنا في نسيتوش من القناه داروه كنت نشوف انا واحد فرنساويه قاعده معايا ونشوفوا في البروغرام والله كان يهضر دي بون شوز على غردايا كان يقول لهم الناس محافظين الناس محترمين الناس تخي ريليجيون هذاك السم خلط بالعسل خو
لا لا واش نقول لك انا ما عندك كل واحد يمد رايه خويا راك فاهم اخو انا شفت هذا الانسان معاهم نعرفهم كيفاش يخدموا لو كان تعطوني شويه وما 2 مينيت نهضر نلحقكم الرساله مي بصح انا في باب اخر كاع خويا شوف خويا دقيقه انا كيف يمشي شوف كيف يمشي شوف خويا خليني نكمل خويا كمل هذا كي يمشي البلدانات انا كي شفته كي يمشي البلدانات ما يمشيش لي بون ما يمشيش كيما نقولوا اماكن سياحيه صح يروح للريف يروح لبزاف هاو في كوسوفو روح شوفوا في كوسوفو شوفوا في البانيا شوفوا في بزاف بلدان يروح غير البلايص تاع الريف تاع اللي على برا وكذا يا باش فاهم ويرقد في ديور الناس الحق تاع ربي فاهم وشني انا بغيت نقول لكم باللي فرنسا اللي كانت باغية تدير المشاكل للجزائر ماشي بهذا غير بيناتنا تقدر تنوض ميشا خاطرهم كاينين بزاف الحرك مازالوا حتى الان صاحبي وراني عايش عندهم هنا كاين عيب هنا كيفاش يموتوا على فرنسا خلاص روبيني تقفل خو فيني يعني نقول لك فرنسا اللي كانت تحب زعما لو كان فرنسا لو كان فرنسا زعما تحب تقضي على الجزائر ماشي بولادها غير بولادنا تقدر تحاربنا صاحبي كاين هنا تافع كاين عيب بكري خلاص شوف كاين عيبات كاين عيب شوف انا راني عايش عندهم هنا ومن حباش ما نكذبش عليك كنت عايش في اسبانيا وجيت لهنا من الفقر بزاف كاين تما جيت لهنا شوف اقسم بالله غير شفت الناس هنايا تاوعنا شوف كيفاش يموتوا على فرنسا غير ما بالعاني يلعبوها لك وطنيين وكذايا يا ودي كنقول لك تشوف كيفاش يموتوا على فرنسا حتى تماما صاحبي قلت لك فرنسا لو كنت حاب تحارب الجزائر غير بولادها غير بولادها تقدر لاغران في البلاد هكذا يقول لك ما نحبوش فرنسا روح تشوف الكونسيلا تاع فرنسا تشوف هذيك الكلمه ما نوافقكش فيها باش تقول فرنسا لو كانت تحب تحاب عندنا بعد الدبان هذوك تاع ديزاد وهذوك الخروط وهذوك اما باش جزائري حر يجي ضد بلادو هذه ما كانش منها ما تنجمش لو كان نجمت لو كان دارتها من زمان فهم دارتها واحد الوقت هكذا مي بصح دوك الحمد لله الحمد لله ماشي كيما بكري فوالا لا نعطيك اون بلو نعطيك حاجه الجماعه معليش عنده لا ليسونس 5 اسمح لي سيسكو باش يخلوا الجماعه يهضروا شويه الجزائر عنده لا ليسونس 5 في فرنسا اسم هكذا نهضروا نعيطوا باش نلحقوا رساله يا سيسكو الجزائري عنده دافوار لا ليسونس 5 في فرنسا هكذا يدير اوتيل بار ريستورون شيكور وري لي كاش قاوري يا اخي كون يحبوا علاش ما يحبطوش يكون عندهم ليسونس يشري ويبيع ويديروا لي زوتيل ويديروا واش يحبوا زين ماشي المروكا اخو معليش اسي سكون مروا الكلمه اسمعوا الاخر هذا معليش عطاني دقيقه برك خويا وانا الى كان راه هضري ميرسان مدوا الكلمه نجدوا انا جبوا لي راجوتي جوست ان او دو بوين الكلام واش قال خونا سيسكو شي داكور افيك لوي كي قال اون فيت كاين دي ميساج كاين دي ميساج راه يفوت فيهم بواحد لا كرام كاين الناس حنا الغرب حنا الشعب الجزائري رانا سي فري اون نيفو فير ديسبرين تقبلوا شعوب الاخرى اي تو سا مي يفو با اتر نايف باسكو شوف الا كانت لوماركو كي راح لا كابيلي كي كان مع هذاك الشيخ اللي اسمه داود بوندون هذاك لا هذيك لا سيكونس وين كي كان يقصر معاه امومون الا كانت لوماركي وكتب على هذوك هذاك بنادم اللي مات عنده 9 ans باللي باللي صرات في لا كابيلي يا 9 ans الى ايتي تويل تما علاش راك تزيد فيها زعما تما انت راك في 2024 جيت تحوس في الجيري علاش راك علاش راك زعما تسيتي فيها وتعاود زعما تشوف في غابلي او جون باللي يافي اون بيرسون تذبحت في لا كابيلي كذا كذا يا 9 ans هادي الاولى الدوزيام علاش كان يدير اشاك فوا كيروح لي كي ديجا كي هبط في الجزائر قال لك انا جو با غاستي الجي باسكو لا بليبار يعرفوني تو سا بوكو يا ريان افوار انا الجي سي في الجي كاين بزاف بلايص يقدر يروح توريستيك و ميم دي كارتي هكذا بوبولير اللي عندهم ان شارمي تو سا يروح يحوس فيهم هو ديريكتومون ترافيرسا المحتوى ديالو ماشي الاثار المحتوى ديالو في لو موند كاع مانيش نقول لك الاثار انا جي بيان بريسيزي قلت دي زوندرو توريستيك même des quartiers populaires زعما شغل يوري لو مود دو في تاع لي الجزائريين مودست tu vois علاش ما راحش دابا في الجي كاين بلايص هادو راح للسيد راح الغردايه غردايه سي تري سونسيبل الدوله عندها الحق دو سيمي في لو دونجي قادر يجي اترافير لي ريزو سوسيو اوني بيان هادي رانا متفقين فيها مي حتى في الواقع وسي يفو سيمي في الا كان باش يروح هو لتما ويصرى له حاجه تولي عندنا ان كريز ديبلوماتيك على اكوز دو لوي وبلا ما نساو بلي الحكايات اللي صرات عندها نافون مازال ما تفراتش ومع بايش انا نو
خويا الدولة عندها الحق اسومي فيه. ابخي كي قالوا له حب يروح للصحراء، حب يروح للبلايس ايزولي، قالوا له تي بخون اون اجونس اي تو سا، ما تروحش وحدك هكذا، ما عجبوش الحال. اسمح خويا قريشي، قريشي دقيقه، خويا قريشي معليش خليني نخلص مون بوان دو في. الله يرحم والديك، انا ما قطعتكش. لا صافي نير ومن بعد فوالا ميرسي خويا. انا نعرف حاجه، راني اون فرونس، انا كون جي في اون فرونس جو ريسبكت لا لوا فرونسيز. D'accord. Lui, c'est un Français, il est venu en Algérie, c'est à lui de se plier à la loi algérienne. Il est qu'un en Algérie, il doit prendre une agence, باش يروح يحوس في الصحراء, il prend l'agence خويا, ما يروحش وحده. C'est comme ça, c'est la loi en Algérie. كي يجي لفرنسا خويا ولا انا نجي نعيش عنده في فرنسا, نحترم القانون تاعو الجزائري بوان بار. فهمتني خويا؟ انا باش نتكلم على بلادي. Non, voilà. إيه بونجور. دقيقة. سمعوا لا هذه لا هذه طلعت. كان عندك شي واحد انا نهبط المارو. ميرسي. الله يرحم هذاك الفيلم. برافو مدام. والنظرة تاعك. دقيقة اختي برك حبيت نرد عليك الله يرحم يمك تمتم. تمتم معليش انا تمتم. نرد على اختي هذه. اختي نعم خويا. واحد العبسة اللي حبي يدير الفتنة باسكو بكري كانت بالك اسمها الماكيست كانت محصورة في واحد المناطق. حاشا اللي كما يقولوا الاكثريه اللي تما دوك هذا ولات ايديولوجيه ولات تعدات الحدود وين زادت العقليه نتاع لي ماكيست فهمتي باسكو انا نقول لك عسى شكون اللي يدير الفتنه يدير الفتنه اللي ساكن في الارض العدو الدخلاني اخطر من العدو البراني انا كي نشوف عباد اللي يقول لك شي انا يا وطني انا جزائري ويدير لانسين نتاع الفرشيطه ولا يرفد علام من غير علام الجزائري انا بالنسبه لي انا بالنسبه لي اسمعني اختي انا بالنسبه لي هادو هما اللي يشكلوا خطر هادو هما اللي صح نتاع الفتنه ما دام لا هادو اللي انت قلتي الغردايه باسكو كاين حساسيه اسكو انا نعرف انسان وطني يدير لو سول درابو اللي يديرو يديرو غير تاع الجزائر انا جو سوي دوريجين انا جو سوي الجزائريان انا عندي ماهوش وطني هذه معليش معليش نديرو الحمايه دونك معليش درابو الجزائري لو سول درابو اللي يترفد تاع الجزائر وافق تي تي كونفون تي كونفون ماشي فرنسي هذا درابو الفرنسي Tu comprends déjà, c'est la différence entre les deux. C'est pas ça le sujet. Ah, Mersam, c'est pas ça le sujet. C'est lui. C'est un point, je tiens à le préciser. Tu confonds déjà, Khouya, bien le drapeau de l'Almak, qui est le drapeau de ou bien le drapeau qui est le drapeau de l'Amazirie. C'est ça. Par rapport à ce sujet-là, on va parler de Khouya, l'Aziz. Ah, c'est vrai. C'est vrai.